برحب بيكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. احب في البدايه اقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، ومناسبه الاسراء والمعراج يا رب كل الامه الاسلاميه تكون بخير وسعاده. النهارده حلقتنا وفقراتنا عديده ومتنوعه، لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0930841. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن مشاكل الحمل وإيه هي الأساسيات للحفاظ على الحمل. هنتكلم كمان عن أسباب تأخر الحمل، والدكتور اللي هيكون مشرفنا في الاستوديو دكتور محمد حسن مصطفى، أستاذ أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب بكلية طب جامعة القاهرة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن إزاي ممكن نعتني ونحافظ على صحة أسناننا، وهيكون الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو دكتور محمد عبد اللطيف طبيب الأسنان. أهلا بك يا دكتور، شرفتنا. أهلا بحضرتك. أنا دكتور، يمكن العناية والحفاظ على صحة الأسنان ناس كتيرة مش بتاخد بالها من الموضوع ده، لكن الموضوع ده مهم جدا، مش بس لسبب ان احنا نعتني ونحافظ على أسناننا، كمان للحفاظ على الصحة العامة. في البداية ريت حضرتك تقول لنا ازاي ممكن نعتني بالأسنان. يعني وطبعا كلام حضرتك مظبوط، يعني قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ان العضو جسد، او يعني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، فطبعا كل اعضاء الجسم لو اشتكى عضو بيتداعى له باقي الاعضاء. فطبعا الاسنان لما بيكون فيها مشاكل، وخصوصا امراض اللثه، وخصوصا البؤر الصديديه، بتاثر على الجسم كله، بتاثر على امراض القلب طبعا. احنا عارفين طبعا دكاتره العيون قبل ما بيعملوا اي عمليه في العين لازم بيتاكدوا ان ما فيش اي بؤر صديديه او اي حاجه في الاسنان، والا لازم تزال قبل العمليه. بتاثر على كل الجسم، وتاثر على الصحه العامه، بتاثر على الجهاز الهضمي. ايه هي البؤر الصديديه؟ طبعا احنا عارفين ايه هي اسباب تكون البؤر الصديديه. احنا عارفين ان التسوس طبعا بيبتدي النخر في الاسنان لحد لما يوصل لعصب الضرس نفسه. لما بيوصل لعصب الضرس نفسه بيتكون بؤر صديديه تحت الضرس، خراج اللي احنا بنسميها خراج او بؤره صديديه تحت الضرس. طبعا بتبتدي بقى تعمل تفاعلات في الجسم كله، بيأثر طبعا على كل الجسم، بتأثر على امراض القلب، بتأثر على الجهاز الهضمي، بتأثر على الصحه بتاعت الانسان كله والفتنس بتاعه، يعني بتأثر على العين، خصوصا لو عامل عمليه في العين قريب لازم قبلها بيتاكد ان ما فيش بؤر صديديه، وان اي حاجه زي كده بتزال. بقايا جذور او اسنان مثلا مصابه لابد ان تخلع، بتخلع اي حاجه محتاجه علاج جذور تتعمل قبل العمليه. يعني نقدر نقول ان هو لو حد حس باي الم في اسنانه المفروض ما يكسلش وياخد بس مسكنات، لان ناس كتيره بتلجا للموضوع ده ان هي مجرد تاخد مسكنات الالم يروح خلاص، يكسلوا يروح لدكتور الاسنان. بالتاكيد، لكن لازم يهتموا ان هم يروحوا لدكتور الاسنان. وللاسف في ناس بتاخد كميات مسكنات مهوله جدا لدرجه بتعملها مشاكل في المعده، بتعملها توصل لقرح في المعده بسبب ان هو خايف يروح لدكتور الاسنان. طبعا الدنيا اتطورت كتير جدا، وما عادش هذا الخوف المفروض ليه مبرر، لان يعني خلاص حتى ابره البنج الانسان ما بيحسش بيها دلوقتي عند طبيب الاسنان، بيستخدم حاجات موضعيه بحيث ما بيحسش باي حاجه عند طبيب الاسنان. الالم بقى قليل جدا عند طبيب الاسنان، ويكاد يكون مش موجود، موجود لو ما رحتش لدكتور الاسنان. فطبعا يعني المسكنات ليها اثار جانبيه زي كل دواء، وليها اثار جانبيه كتيره مش قليله، خصوصا مع كثرتها، خصوصا مع المده الطويله اللي الناس ممكن تستخدم فيها مسكنات. عشان كده المفروض اولا ان احنا لو في اي الم نروح لدكتور الاسنان، والمفروض من قبل ما يكون في الم كمان نروح لدكتور الاسنان. طبعا المتابعه النقطه دي مهمه جدا يا دكتور، يعني جداً. المفروض ان احنا يعني نبقى محافظين على كل فتره نروح نعمل تنظيف الاسنان، نطمن ان اسنانها ما فيهاش مشاكل. المفروض لو فالمفروض من كل قد ايه؟ يعني المفترض لو ما فيش اي اعراض نروح كل 6 شهور لطبيب الاسنان. واحنا طبعا بنقول حتى دايما حتى ده للكبار والصغيرين، ولا الصغيرين بتختلف؟ الصغيرين طبعا، لا الصغيرين طبعا، حتى اسنان الاطفال مهمه جدا من اول ما بيبدا التسنين. احنا في الاطفال بيبدا التسنين عند حوالي 6 شهور للسنه، بتبتدي الاسنان اللبنيه، بتكتمل الاسنان اللبنيه عند حوالي 2 لـ 2.5 سنين. بعد كده بيبدا من عند 6 سنين الاسنان الدايمه تبتدي تظهر، ويحصل عمليه التبديل من 6 سنين لـ 12 سنة. عمليه التبديل اللي هي الاسنان اللبنيه بيحصل لها تقع، والاسنان الدايمه بتبتدي تطلع مكانها. طبعا من اول ما الاسنان اللبنيه بتبتدي البذور بتاعها او الظهور بتاعها، طبعا لازم بنهتم بالاسنان. بنقول الام حتى بعد الرضاعه لازم ننظف فم الطفل من اول 2 سنين. تكون اسنانه اللبنيه اكتملت، بيبتدي نعود الطفل على الفرشه والمعجون، بيبقى فرشه خاصه بالاطفال، فرشه صغيره، نستخدم كميه معجون قليله جدا عشان ما يبلعهاش، تحت اشراف الابوين بندخله وبنبتدي نعوده، لان لو احنا اكسبناه العاده دي شيء جميل جدا هيتعود عليها. بالظبط كده، تبقى شيء جميل جدا من الابوين. ناخد اتصال. استاذنك يا دكتور. الو الو اهلا بيكي، استاذنك تسمعينا من السماعه، تسمعينا من السماعه وتوطي التلفزيون تماما. اتفضلي.
اوكي يا حبيبتي. من فضلك ممكن اسال الدكتور؟ طبعا مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي تحت امرك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. حضرتك عايزاك، بس انت طبعا قبل ما اسال السؤال، انا سامعه ان حضرتك بتقول على النصائح والارشادات بالنسبه للطفل، احنا بنعاني كبار، فعايزين نهتم بصحه يعني او باسنان الطفل من الدبر، لان عندي احتياجي فعايزه اهتم بيهم. ربنا يخليهم لحضرتك. ايه النصائح والارشادات اللي ممكن نتبعها علشان الاولاد دي ما تعانيش اللي احنا بنعانيه دلوقتي واحنا كبار؟ ان شاء الله ان شاء الله. هو ده كان حاضر. ليك اي استفسار تاني؟ في خالص يا استاذ احسان. شكرا شكرا شكرا، تابعينا. شكرا. طبعا هو فعلا الطفل زي لو عودناه من البدايه وهو صغير خلاص هيتعود، هو ده هيبقى نمط حياته. بالزبط. ان هو من نفسه هيهتم. بالظبط. لكن لما نترك الموضوع وهو كبير نقول له لا لازم تغسل، خلاص مش هيبقى عنده عاده ان هو اتعود عليه. وانا مسرور اولا بالوعي اللي بقى موجود دلوقتي عند قطاع كبير من الشعب المصري باهميه الاسنان وصحه الاسنان واهتمامهم بالاطفال، والجده الكريمه اللي مهتمه باطفال احفادها، وان هم ما يعانوش مثلا من اللي عانت منه الاجيال الاكبر. ده شيء جميل جدا. طبعا زي ما كنت لسه بقول ان طبعا اهتمام بالفرشه والمعجون، لازم نعود الطفل من سن سنتين انه ياخد هذه العاده، زي ما بنعلم اطفالنا كده عادات كويسه، لازم نعلمهم من ضمن هذه العادات الاهتمام بالفرشه والمعجون. احنا بنقول طبعا 3 مرات على الاقل بعد الاكل لازم. بس مهم جدا نوعيه الفرشه خاصه للسن الصغير ده طبعا. وحتى ان احنا مش حاجه اجبار، يعني ممكن بطريق اللعب عشان نحببه في الموضوع. لكن لو هو ترغيب نرغبه في الترغيب، لان لو حسنا هو ده لازم كده الطفل مش هي بالزبط. مش هيلتزم. بالظبط. طبعا الفرشه لازم بتكون ناعمه، الفرشات الخشنه شويه بتسبب تاكل الاسنان، مش محمود طبعا ولا محبوب، لكن احنا بنقول الفرشه الناعمه، بنقول كميه المعجون قليله عشان ما يبلعهاش، بنقول برضو ان الزياره المستمره لطبيب الاسنان. المعجون يا دكتور، يعني لان برضو المعجون للاطفال غير المفروض للكبار. دايما بنشوف في السوبر ماركت انواع مختلفه ونكهات واشكال مختلفه، هل بتفرق يعني؟ هي بتفرق طبعا في النكهه، بيبقى في طفل بيحب مثلا معجون معين وطفل بيحب معجون تاني، وهم الشركات بتتنافس في موضوع النكهات عشان تكسب الاطفال. بنقول ان احنا برضو يعني معجون السنان الكبار ممكن يستخدموه الاطفال ولا لا؟ لا ممكن طبعا، يعني هو طبعا في معجين احيانا بتبقى الاسنان حساسه فقط، وفي عجين عاديه. احنا بنقول بس كمان ان المعجون لازم يتغير كل فتره، لان البكتيريا يعني بتاخد على المعجون شويه، بتتعود عليه شويه. فلازم كل فتره بنغير المعجون. يعني انا النهارده بشتري يعني انا النهارده اشتريت معجون، المره الجايه بشتري معجون تاني، لما بيخلص المعجون اللي عندي بشتري معجون نوع تاني، بعد كده بشتري معجون نوع تالت، وهكذا بنوع يعني. لكن الشيء المهم برضو زياره الطفل لطبيب الاسنان. يعني للاسف في عاده سيئه جدا ان احيانا الاباء والامهات خايفين الاطفال، هم بيخوفوا الاطفال بطبيب الاسنان. انت لو ما عملتش الواجب هوديك لدكتور السنان. طبعا بتربي عقيده عند الطفل، خوف من طبيب الاسنان. بيجي للاسف زياره طبيب الاسنان بيبقى خايف جدا، هو اصلا خايف لان طول عمره بيتخوف من دكتور السنان، فلما يجي له طبعا هيبقى شكله ايه، هيخاف جدا من طبيب الاسنان، ما بيرضاش يستجيب طبعا بسهوله. الفكره ان احنا لا ما نخوفش الطفل ابدا بطبيب الاسنان، طبيب الاسنان مش بيخوف. الشيء الثاني احنا نحببه في طبيب الاسنان، ان عشان سنانك ما توجعكش، عشان سنانك ما تقلمكش، عشان كذا عشان كذا. احنا طبعا برضو كاطباء اسنان لينا اساليب مع الاطفال، نحاول نرغبهم او نحاول ان احنا نشيل اي تخوفات عندهم او كده. بس من سن كام المفروض الاطفال يعني نلتزم معاهم احنا كاباء او امهات ان نوديهم زياره لطبيب يعني الاسنان؟ يعني سؤال جميل. من اول اكتمال السنان اللبنيه عند حوالي 2 لـ2.5 سنين المفروض يبقى في زيارات دوريه لطبيب الاسنان، حتى لو مش هنعمل له حاجه خالص، كفايه انه ياخد يتعود مع المكان، ما يبقاش فيه خوف، بحيث لا قدر الله لو حصل له تسوس او حصل له الم او حاجه، لما يجي هو خلاص هو عارف ان هو بيروح المكان ده كتير، وان ما بيحصلوش حاجه، وان ما فيش مشكله في المكان ده، وبيجي كتير، فبيبقى الموضوع نظام صداقه ما بينه وما بين طبيب الاسنان، فبيجي ما بيبقاش خايف، فنقدر نتعامل معاه اسهل. طبعا طبعا طبعا. الفكره طبعا احيانا بيبقى الاسنان فيها يعني زي اخدود بيبقى عميق شويه، بيبقى بيتحوش فيه بقايا الاكل وبتبتدي تسبب هي تسوس. احنا لو خدنا بالنا من هذا الاخدود مثلا، بنبتدي نحشيه بطريقه معينه بسيطه جدا، بحيث ان نمنع اساسا التسوس. احنا طبعا بنقول الوقايه خير من العلاج. فاحنا من الاول لما نمنع التسوس افضل بكتير طبعا من ان احنا يعني يجي التسوس بعد كده. بس فعلا الطريقه دي يعني بتنفع يا دكتور؟ جدا جدا. وطبعا في مواد، لان فعلا الاطفال خاصه في الاسنان الخلفيه ما بيبقوش ان هم بيقدروا يغسلوها كويس طبعا، او يوصلوا الطريقه الصحيحه ان هم يغسلوها، فبالتالي فعلا اكتر اسنان هي بتتعرض للتسويس الاسنان الخلفيه عند الاطفال، لان صح فيها البؤر
عميقة شوية. صحيح. بس هل فعلا الطريقة دي الأسنان الخلفية أحيانا وفي بعض الأمراض الأسنان الأمامية، لكن احنا في طرق كتيرة للوقاية من التسوس أساسا. إن هو أول حاجة زي ما قلت لحضرتك إن احنا أحيانا لو في أخدود عميق في سطح السنة بيتجمع فيه بقايا الأكل احنا بنحشي هذا الأخدود وبنزيله. شيء تاني في مواد يعني بيبقى ضد التسوس بتمنع التسوس فعليا، بتبقى موجوده عن طبيب الاسنان وبيقدر يطبقها زي الفلورايد مثلا. ماده الفلورايد لو حطيناها على الاسنان بطريقه معينه طبيب الاسنان يعرفها بتمنع التسوس. الاهم بتفضل مدتها قد ايه؟ يعني الدكتور بيحطها على الاسنان مدتها بتبقى لا يعني دقائق، بتبقى فتره دقائق. لا قصدي ان هي تمنع تسويس الاسنان لمده قد ايه؟ هو طبعا يعني لا بتمنع التسويس لحد لما السمنه اللبنيه تبدل، وبعد كده حتى لو احتاجناه في الاسنان الدايمه بيمنع التسوس لفترات طويله جدا في الاسنان الدايمه. الاهم لو حصل التسوس، للاسف احيانا الاباء والامهات نتيجه نقص الوعي بيستسهلوا في ان هم عايزين يخلعوا السمنه اللبنيه، لان هو عارف ان السنه دي هتبدل والسنه دي كده وكده هتقع، فهو مش حاسس بانها ليها قيمة كبيرة زي السنة الدائمة، فبالتالي بيستسهل في ان هو عايز يخلعها. لا طبعا الكلام ده مرفوض جدا. احنا السنة اللبنية دي ربنا خلقها الوظيفة، يجب ان تظل في فم الطفل لحد لما تقضي وظيفتها ولحد لما تقع الطبيعي. طبعا من ضمن المشاكل اللي بتعملها السنة اللبنية غير ان لو اتخلعت بدري، غير انها بتقلل المضغ واحيانا بتأثر على الشكل، ان السنان بتبتدي تميل على المكان الفاضي. المكان الفاضي اللي مكان السنة اللي اتخلعت الاسنان بتميل عليه بيحتاج تقويم لما يكبر، فبالتالي احنا طبعا الوقايه خير من العلاج، والاحسن ان هو ما يحتاجش تقويم لما يكبر، فالاحسن ان احنا نحشيها ونحافظ عليها. حتى لو وصل التسوس للعصب بنعمل حشو عصب للاطفال بطريقه معينه بتختلف شويه عن الكبار، وبنحافظ على السنه كحافظ مكاني اولا تمنع ان الاسنان تميل على المكان الفاضي ده، انها بتدي طبعا قيمه في المضغ، انها بتدي قيمه في الشكل، بيبقى ليها يعني طبعا لحد لما يجي ميعاد الطبيعي بتاعها انها تقع ويطلع مكانها السنه الدايمه، وقتها بس اللي ممكن تتخلعها، لكن قبل كده لا. طيب الطبيعي ان احنا نغسل حتى بالنسبه للاطفال، الطبيعي ان هم يغسلوا اسنانهم بعد الاكل، يعني مثلا لو بعد كل وجبه، ولا نكتفي ان هم ثلاث مرات اساسيين؟ هو يعني هو المفروض ان في ثلاث وجبات الأساسية. في ثلاث وجبات اساسيه. لا انا قصدي لو اكل فاكهه، لو اكل يعني ممكن لو مضمض بس يكفي. لكن الفكره ان احنا لو قعدنا ما نغسلش اسنان لمده 6 ساعات بتكون طبقه اسمها البليك، الطبقه دي بعد فتره بتتكلس وهي بتبقى جير. فالفكره ان انا عشان اقي ان يحصل الجير، والجير طبعا بيعمل التهابات في اللثه وبيبتدي احيانا العظم اللي حوالين الاسنان بيتاكل العظم نفسه ويبتدي يسبب لخلخه في الاسنان، وبعد كده لا قدر الله بتفقد. احنا عشان نمنع كل الدايره دي انها تحصل بنقول ان احنا من الاول نهتم بغسيل الاسنان، دي هيقفل الدايره كلها، لان مش هيتكون البلاك، لان على الاقل كل 8 ساعات او كل 10 ساعات هشيل البلاك 3 مرات في اليوم، وبالتالي مش هيتكون الجير، وبالتالي مش هيحصل التهابات في اللثه، هنمنع التهابات اللثه وهنمنع ان العظم يتاكل حوالين الاسنان ويمنع لخلخة الاسنان ونحافظ عليها. وده مهم جدا لصحه الجسم كله، المضغ الكويس مهم جدا للجهاز العظمي، مهم جدا لصحه الجسم كله. عدم وجود التهابات في اللثه مهم جدا لصحه القلب، واثبت وابحاث كثيره جدا اثبتت ان الناس اللي بتعاني من التهابات شديده في اللثه بيأثر على صحه القلب، بيأثر على صحه الجهاز الهضمي، بيعمل لها مشاكل صحيه كبيره. فاحنا عندنا يعني بنقول في اي مشاكل اخرى، يعني احنا لو ما اهتمناش بصحه اسناننا وما اعتنيناش بصحه اسناننا، هل في اي مشاكل؟ حضرتك ذكرت في البدايه عن البؤر الصديديه، دلوقتي في التهابات اللثه، هل في اي مشاكل اخرى لو في مشكله في اسناننا بتاثر على الصحه العامه؟ هو احنا يعني اكتر مرضين طبعا موجودين تقريبا في اكتر 90% من الناس هم تسوس الاسنان والتهابات اللثه. في طبعا امراض ثانيه لكن بتكون اقل، زي ضروس العقل المدفونه، زي بعض الاكياس اللي بتيجي في الفك، في امراض كده، في زي في يعني مشاكل في المفصل الصدغي، في امراض بعض كده. الاكياس ممكن يعني اسباب تكون الاكياس اللي بتيجي في الفك هي احيانا طبعا يعني برضه بتكون تسوس وصل للعصب وبعد كده بينتج عنه يعني كيس تحت الجدر بتاع الضرس، بيحتاج عمليه جراحيه بسيطه لازالته. بس احيانا تكون الاكياس دي ما بيكونش ليها اي، يعني المريض ما بيحسش بيها خالص، ممكن ما يكونش ليها اي الام، اي مش حاسس بحاجه ويكتشفها فجاه مثلا لو عامل اشعه. هو طبعا في اسباب كتيره جدا للاكياس اللي في الفك، واحيانا زي ما حضرتك قلتي بتكتشف بالصدفه وهو بيعمل اشعه، لكن اشهر سبب اللي اكثر من 90% من الاكياس بسببه هو تسوس الاسنان برضه. انا جاي على نفس الوقت تسوس الاسنان. بس لو السن مش مسوس يعني ما لا بيبقى في اسباب ثانيه طبعا. لا في اسباب ثانيه طبعا، يعني اسباب كتير، احيانا هرمونيه، احيانا لو تعرض لخبطه ممكن احيانا طبعا بسبب الخبطه، يعني ليها اسباب كتيره جدا.
طيب تكون الكيس ده بيبقى ليه اي مضاعفات لو حد ما اكتشفوش في البدايه؟ لان دايما اهم يعني في علاج المشكله ان احنا نكتشف المشكله بالزبط. في البدايه، فبالتالي علاجها بيكون سهل. لكن لو حصل ان الكيس كبر او اي حاجه، بيبقى ليه مضاعفات او طبعا هو طبعا بياخد مساحه من عظام الفك، فبالتالي بيسهل ان الفك يتكسر. يعني الفك يعني بياخد مساحه، يعني بيخلي يبتدي ياكل العظم، بيبتدي ياكل العظم بتاع الفك طبعا، وبيكبر الكيس مع الوقت. وطبعا كوبري الكيس ده احيانا بيسبب كسور الفك، احيانا بسبب الكيس نفسه، احيانا بيسهل ان اي خبطه، ابسط خبطه تخلي الفك يتكسر. بيبقى ليه مضاعفات طبعا كتير. دايما بنلاحظ في اللي هي السائل مضمضه بعد ما نغسل سناننا، هل السائل ده ليه اهميه وبيساعد برضو في الحفاظ على الاسنان ولا لا؟ بالظبط. واحنا طبعا بنقول ان مش معجون الاسنان هو كل حاجه، يعني معجون الاسنان لوحده لا يكفي. معجون الاسنان بينظف الاسطح الاماميه والاسطح الخلفيه اللي من ناحيه اللسان، لكن الاسطح الجانبيه اللي ما بين الاسنان وبعضها معجون الاسنان طبعا ما بيقدرش يوصل لها، او فرشه الاسنان عاديه ما بتقدرش توصل لها. بنقول في خيط الاسنان، خيط الاسنان ده بندخله ما بين الاسنان، بيقدر ينظف البقايا الاكل اللي موجوده ما بين الاسنان وبعضها. بنقول طبعا زي ما حضرتك بتقولي المضمضات اللي موجوده دي بنستخدمها طبعا لحالات معينه، بيبقى يعني في بعضها بتحسن ريحه الفم، احيانا بتبقى ريحه الفم بسبب تسوس، احيانا التهابات اللثه، وليها اسباب كتيره ريحه الفم. بس لو حد ما عندوش مشاكل ممكن بس يستخدمها كوقايه للحفاظ على الاسنان؟ طبعا طبعا طبعا، بيبقى فيها يعني حاجات ضد البكتيريا اللي موجوده في الفم اللي بتسبب الامراض دي، التسوس والتهابات اللثه. فبتبقى غالبا يعني في حاجات منها لازم توصف بوصفه من الطبيب الاسنان، وفي حاجات بتتاخد من الناس كلها بتحسن ريحه الفم، بتعمل انتعاش في الفم. بالنسبه لحضرتك ذكرت المعجون الاسنان، ان احنا من فتره لو خلص المعجون المفروض نغيره. طب بالنسبه للفرشه نفسها، امتى المفروض نغير الفرشه؟ الفرشه المفروض طبعا بتتغير كل 6 شهور، وزي ما قلنا الفرشه الطبيه ان هي بتشتري من الصيدليه، بيبقى ليها مواصفات معينه، بتكون ناعمه شويه عشان ما تسببش يعني طبعا في انواع من الفرشه، لكن احنا بنفضل الفرشه الناعمه عشان ما تسببش حتى للكبار ما تسببش تاكل لطبقه المينا اللي هي مغطيه للاسنان اللي هي لا تعوض اذا فقدت. استاذنك دكتور بس في اتصال ونرجع نكمل كلامنا. نهال. ايوه مساء الخير. اهلا، مساء الخير، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا سامعه الدكتور بيقول ان احنا نعمل زياره كل 6 شهور. ايوه انا عارفه المعلومه دي، بس انا اتاكد ازاي ان العياده او الاجهزه اللي الدكتور بيستعملها او بيحطها من اسنان للتانيه انها تكون معقمه؟ اعرف انا ازاي يعني؟ بروح في دكتور بيبقى مشهور وبدخل وببقى واثقه، لكن انا من جوايا ببقى خايفه جدا وانا رايحه لاي دكتور اسنان. ده حقيقي. حاضر، ليكي اي استفسار تاني؟ لا انا بشكر حضرتك. شكرا شكرا. فعلا يعني دايما عيادة الأسنان ممكن تبقى مكان لانتقال عدوى من أي نوعية مرض، فأي حد بيبقى طبعا قلقان إن هو يتأكد إزاي إن الأدوات اللي الدكتور بيستخدمها دي معقمة ولا لأ. طبعا أنا سعيد مرة تانية بالوعي اللي أنا شايفه في الاتصالات والوعي من الأستاذة واهتمامهم. طبعا للأسف يعني هو يعني زمان كان المنظومة الصحية كلها ما بتهتمش موضوع التعقيم، زمان ده من أكثر من 30 سنة مثلا ما كانتش مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي كان بيحصل فعلا نقل عدوى زي فيروس سي وخلافه من مريض إلى آخر. دلوقتي الوضع يعني أنا بطمن طبعا الأستاذة وبطمن كل المشاهدين، الوضع اتغير كتير جدا. يعني بقى التعقيم ده من الحاجات السهلة جدا اللي بقى موجود فعلا وفعليا في كل عيادة طبيب أسنان. طبعا هو يعني في دور على المريض، لكن الدور قبلها طبعا على الجهات الرقابيه زي وزاره الصحه، وده بيحصل مع اي فتح العياده. بيجي لك وزاره الصحه وبتشوف وبتتاكد ان في وجود جهاز تعقيم وشغال وبيعمل بكفاءه، جهاز اوتوكلاف. هو كمان يا دكتور مش عيب ان لو المريض نفسه يسال الدكتور. بالظبط كده اللي انا لسه اقوله. هي طبعا المريض طبعا مش عيب ابدا ان هو يطمن من طبعاً. الدكتور يسال الدكتور انا عايز اطمن على التعقيم. طب ممكن توريني؟ بالظبط كده. طبعا الادوات بتبقى محطوطه في المفروض في كيس تعقيم يعني كيس تعقيم ما تبقاش ادوات كده. ده اول حاجه المريض المفروض ان هو بيلاحظها وبيشوفها، ان الادوات بتتفك قدامه من كيس تعقيم. كيس بيشوف ممكن جهاز الاوتوكلاف، يعني عيادات كتيره جدا واطباء اسنان كتيره جدا بيبقى حاطط جهاز الاوتوكلاف او جهاز التعقيم حاطه في اوضه الكشف نفسه، بحيث ان المريض يبقى مطمن شايف الجهاز قدامه وشايف الحاجه بتطلع
في الكيس بتاعها بتتفتح قدامه. انا بطمنها للمره الثانيه بقول لها يعني الدنيا اتطورت كتير جدا بقى، موضوع التعقيم ما هوش معقد لدرجه الطبيب الاسنان ما يقدرش عليه، لا بقى سهل جدا. حتى مستشفياتنا الحكوميه وزاره الصحه بقى فيها تعقيم على عالي يعني درجه عاليه جدا موجود دلوقتي. العيادات الخاصه طبعا اسهل وموجود طبعاً. جدا يعني فموجود، واحنا بس احيانا الاعلام بيضخم، انا اسف ان اقول كده يعني، بس الاعلام احيانا بيضخم موضوع فيروس سي وان عيادات الاسنان هي السبب فيه وكده. انا يعني في حدود علمي وفي حدود كل العيادات اللي انا شفتها زملائي والمستشفيات اللي اشتغلت فيها وزاره الصحه، لا التعقيم موجود على اعلى مستوى. وطبعا يعني الدنيا اتقدمت كتير قوي، وبقت جهاز الاوتوكلاف موجود وثمنه في متناول طبيب الاسنان وموجود في كل عياده، وممنوع اصلا ان عياده تتفتح بدون وجود جهاز اوتوكلاف فيها او جهاز تعقيم فيها. وبتهيالي مهم برضو من الحاجات المهمه غير التعقيم ان الدكتور يبقى لابس كوانتي في ايديه. لا ده طبعا اكيد، بحيث لو مسك حتى المساعد بتاعه بالظبط طبعا اللي يعني بيبقى لابس جوانتي ولابس ماسك طبي يعني الطبيب يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني في حاجات بسيطه بس المريض لازم بيلاحظها. المريض المريض ذكي، والمريض المصري ذكي وبيلاحظ وعارف مين الدكتور الاسنان اللي بيهتم بالاشياء دي اكتر. الحاجه الثانيه ان الطبيب لازم بيخاف على نفسه كمان قبل ما بيخاف على المريض. طبعا احنا بنخاف على مرضانا طبعا، لكن انا بخاف على نفسي برضو ان انا شخصيا تنتقل العدوى او طبيب الاسنان تنتقل له العدوى. فاهتمامه بالتعقيم هو جزء لحمايه نفسه، جزء ثاني طبعا لحمايه المريض. فطبعا يعني انا بس بطمنها، ويعني ما يبقاش التخوف ده موجود لدرجه ان احنا ما نروحش لدكتور الاسنان بسبب هذا التخوف. لا احنا بننتقد دكتور الاسنان يكون كويس، وبنروح لطبيب الاسنان ومتابعه دايما، لان القدر الله طبعا تسوس الاسنان والتهابات اللثه والحاجات دي، والالم الاسنان طبعا هو ثاني اكتر الم للاسف بعد السرطان. طبعا قرب الاسنان والتوصيل العصبي والاشياء، قرب الاسنان من مراكز الاحساس في المخ والتوصيل العصبي، الحاجات دي كلها بتخلي الم الاسنان غير محتمل. ايه اللي بيؤدي لالام الاسنان؟ هل التسوس بس ولا اكيد في حاجات ثانيه بتؤدي؟ لا التسوس طبعا، الامراض اللثه احيانا، في حاجه اسمها الجيوب اللثويه دي برضو من الحاجات اللي بتسبب. واحنا اللثه بتكون المفروض على السنه كده، احيانا بتبعد شويه عن السنه وبيبقى في جيب ما بين السنه وما بين اللثه. الجيب ده احيانا بتجمع فيه بقايا الاكل. ايه اللي بيؤدي لوجود الجيب يعني؟ الامراض اللثه، التهابات اللثه، التهاب اللثه فبيؤدي لوجود، وبعد كده بيبقى التهاب في كل الانسجه المحيطه بالسنه نفسها، ولما بيتجمع بقايا الاكل في هذا الجيب بتسبب الم كبير جدا. الشيء كمان اللي بيسبب الم كتير جدا وبيشوفه كتير جدا هي ضروس العقل المدفونه. ضروس العقل المدفونه برضو بتعمل التهابات حواليها، والالتهابات دي بتؤدي الى الام شديد جدا، احيانا بتؤدي الى مشاكل في العضل، ممكن يحصل ورم في بالظبط، تعمل خراج طبعا نفسه. او كده وبتعمل ورم، واحيانا بتؤدي الى مشكله في عضلات الخاصه بالفك السفلي، وتمنع ان الفك السفلي يتفتح، بيبقى بقه حتى مقفول من كثره الالتهاب ومن كثره المشكله. علاجها وقتها بيبقى ايه يا دكتور؟ يعني ايه اهم حاجه؟ وايه يعني مجرد ان هو يعني في اعراض معينه يقدر يتاكد منها ان هي دي الام لضروس العقل المدفونه؟ يعني هو ضروس العقل المدفونه زي ما بقول لحضرتك بيبقى فيه يعني فتحه البق بتقل شويه، بيبقى فيه يعني في طبعا ضروس العقل بتبقى اخر ضرس ورا، فيبقى فيه الم شديد ورا، بيبقى الالتهاب في احيانا بينتقل للعضلات اللي حوالين الضرس العقل، احيانا طبعا بيبقى الالم شديد جدا في الحته دي، احيانا زي ما حضرتك قلت بيبقى فيه خراج او حاجه باينه سواء جوه البق او بره البق. في الحاله دي طبعا حتى لو البق مقفول احنا يعني في جراحه الفم والاسنان بنقدر ندي نوعيه معينه من طريقه التخدير بتخلي تساعد على فتح البق، وبعد كده بنقدر نشيل الضرس العقل المدفون اللي مسبب الوجع ده. وده بعد التداخل الجراحي المفروض بقى يلتزم كمريض نفسه بادويه معينه؟ طبعا بيبقى في مضادات حيويه، في مسكنات للالم، بنبتدي نتعامل برضه دوائيا مع احيانا مضمطات معينه، بنبتدي نتعامل دوائيا مع المريض برضه عشان نقلل الالم عنده ونقلل الالتهاب والتلوث اللي موجود في الفم. بالنسبه لمواصفات الفرشه، حضرتك قبل الاتصال كنا بنتكلم عن مواصفات الفرشه المفروض اللي هي هتساعدنا في الحفاظ على صحه اسناننا، وكمان اللثه يعني الفرشه مش بس بتستخدم للاسنان، ده حضرتك كنت بتقوله لي قبل اللقاء، فيا ريت توضح لنا النقطه دي. لو احنا بنقول انها مش فرشاه الاسنان فقط، هي فرشاه الفم. يعني هي فرشاه بتنظف الاسنان واللثه وبتعمل مساجنج للثه، وبتزود بالتالي الدم اللي بيوصل للثه اللي بيحمل المضادات الحيويه الطبيعيه اللي موجوده في الجسم وما الى ذلك. وبنقول ان احنا بننظف بيها اللسان ايضا، يعني احنا اللسان برضه تنظيفه شيء مهم جدا، احنا بنجيب اللسان من ورا خالص لحد قدام بنفس فرشه الاسنان، بحيث اي بقايا اكل او اي حاجه موجوده في السطح الخشن للاسنان اللي هو السطح العلوي للسان، السطح العلوي للسان بيبتدي ننظفه. فبالتالي احنا دايما بنحب نسميها حتى فرشاه الفم مش فرشاه الاسنان، لانها مسؤوله عن تنظيف الفم كاملا وليس الاسنان فقط. والسن نفسه زي ما قلت لحضرتك لازم من السطح اللي قدام والسطح الخلفي ومن فوق الضروس الخلفيه
وزي ما قلنا برضو مش هتعرف تنشط يعني مش هتعرف تنظف الاسطح الجانبيه اللي هي ما بين الاسنان وبعضها، فبنحتاج مع فرشه الاسنان لازم خيط الاسنان عشان نقدر نوصل لما بين الاسنان ونشيل اي بقايا اكل فيها. وده على الاقل نستخدمه مره واحده اللي هو الخيط الاسنان، على الخيط يعني على الاقل مره في اليوم، على الاقل مره في اليوم بالظبط قبل ما ننام طبعا اكيد. وما نهملش اي سنه، يعني كل سنه نحاول ندخل بالخيط ما بين كل سنتين وننظف، ما نهملش اي سنه، لان يعني كل اسناننا غاليه بنقول دي جواهر، يعني لا قدر الله ما بتفقد بنحاول نعوضها سواء بتركيبات متحركه او ثابته، ما بتبقاش في قوه الاسنان الطبيعيه ولا بتتحمل مضغ زي الاسنان الطبيعيه ولا شكل حتى زي الاسنان الطبيعيه، وبتكلف كتير جدا الناس، فبيقول ان احنا نحافظ على النعم الكبيره اللي ربنا مديها لنا اللي هي اسناننا الطبيعيه اللي مش هنلاقي احسن منها مهما ركبنا. طب بالنسبه احيانا بعض الناس لما بتيجي بتستخدم الخيط ممكن يحصل نزيف، مش نزيف يعني السنه كل نفسها ما بين الاسنان بينزل دم بسيط، يا ريت تقول لي ايه سوى في الحاله دي نعمل بالزبط. ايه هو طبعا التهابات اللثه دايما مصاحبه بنزيف من اللثه دايما، يعني ده بيبقى نتيجه في التهاب اللثه، مش ان هو استخدم الخيط بطريقه غلط لا هو ادت لجرح اللثه. ف بالظبط هو اللثه الملتهبه دائما بتؤدي للنزيف، حتى مع الفرشه العاديه وحتى الفرشه الناعمه جدا نغسل اسناننا ممكن نلاقي دم. احنا بنقول ان لازم نستمر على فرشه الاسنان، لان للاسف الواحد لما يجي يستخدم الفرشه عنده التهابات في اللثه بيلاقي دم بينزل من اللثه يبطل يستخدم فرشه الاسنان، ده شيء خطا طبعا. لا لازم يواصل على فرشه الاسنان، لأن حتى لو سنانه حاسس بالتهاب، حتى لو اسنانه بس يبعد يمكن عن الحته، حتى لو في الم وحتى لو في نزيف من اللثه يكمل على فرشه الاسنان ثلاث مرات في اليوم برضه، وفي نفس المنطقه ما فيهاش مشكله، وفي نفس المنطقه لازم، لان ده مع بالتدريج هيبتدي يقلل التهابات اللثه، وبالتالي هيبتدي يقلل الالم لما نجيب اللثه ناحيه الحته، لما نجيب الفرشه ناحيه الحته دي من اللثه، وهيبتدي يقلل النزيف الدم من اللثه. فنقول ان احنا لازم نواصل على علاج اللثه، لان ده يعني عرض، هو مش المرض، مش النزيف هو المرض، هو العرض، فلازم نعالج المرض الرئيسي اللي هو التهاب اللثه نفسه. ومن اهم الخطوات في علاج التهاب اللثه هو الالتزام بالفرشه والمعجون، والالتزام بخيط الاسنان، والالتزام بتنظيف الاسنان، والمتابعه طبعا مع طبيب الاسنان لحد لما تروح التهابات اللثه تماما. لو حد ما اهتمش حس بمجرد في الام في اللثه او مجرد نزيف بسيط وما اهتمش وما راحش للدكتور او شاف ايه السبب، هل في اي مضاعفات او اي اثار جانبيه للالتهاب اللثه؟ طبعا زي ما قلنا هيأثر على الجسم كله طبعا، قلنا هتبتدي الاسنان تفقد، هتبتدي الاسنان طبعا العظم اللي حواليها يتآكل، صحه اللثه تبقى مش جيده، فتبتدي السنان يعني يبقى فيها لخلخه شويه، وبعد كده تفقد السنان، وبعد كده يضطر ان هو يركب سواء تركيبه ثابته او متحركه، طبعا زي ما قلنا برضو مش هتبقى في قوه الاسنان الطبيعيه، وهيبتدي واحده واحده ممكن بقينا نشوف يعني ناس في اعمار قليله جدا وما عندوش اي سن خلع كل اسنانه وبيجي يركب طقم كامل وهو في عمره صغير، فيعني بيصعب علينا، فاحنا بنقول ان الوقايه خير من العلاج، وان احنا ان شاء الله ما نوصلش للمرحله دي. ممكن نستعين بدل السائل اللي ممكن نشتريه من الصيدليه او السوبر ماركت اللي هو المضمضه بالميه والملح؟ احيانا طبعا بتبقى نفس النتيجه، وفائدتها ايه بتكون؟ بالظبط، هو طبعا الفكره الميه انها تكون دافيه، دي اهم حاجه، ان الميه بنسخنها شويه وبنحط عليها يعني نص معلقه ملح او حاجه بسيطه من الملح وبنمضمض بيها، هي فكرتها كلها انها بتزود السخونه بتاعه الميه، بتزود الدم اللي جاي للثه، وزي ما قلت الدم ده محمل بمضادات حيويه طبيعيه موجوده في الجسم، وبالتالي بيحسن صحه اللثه، كل ما الدم بيوصل بالمضادات الحيويه الطبيعيه اللي موجوده في جسم كل واحد فينا بيوصل للثه بيحسن صحه اللثه، فهي الفكره كلها في السخونه بتاعه الميه، سخونه الميه بالملح كل ما تكون سخنه شويه او دافيه ونقدر نمضمض بيها، ده طبعا بيزود التدفق الدم للثه وبيحسن صحه اللثه بالتاكيد. هل احيانا ممكن نلاحظ في بعض الناس ان اللثه بيبقى لونها متغير؟ هل تغيير لون اللثة ده بيعني وجود أمراض؟ يعني معناه إيه؟ والمفروض إيه اللون الطبيعي الصحي للثة؟ بالظبط، هو طبعا يعني زي لون البشرة ما هو بيختلف من شخص لشخص، شخص أسمر شوية، شخص فاتح شوية، نفس الكلام اللثة، يعني أحيانا اللثة في الناس خصوصا السمرة واللي بشرتهم داكنة أكتر غامقة شوية، بتكون غامقة شوية، ده طبيعي جدا، زي ما لون البشرة بيتغير لون اللثة ممكن بيتغير، فهي الطبيعي طبعا إنها بتكون يعني حمراء زي الشعب المرجانية كده تقريبا، ده في معظم الناس، لكن أحيانا بيكون في ناس عندهم بنقول ريشال بيجمنتيشن خاصة بالريس، هو الريس غامق شوية أو يعني العرق غامق شوية فبيأثر على اللثة بتكون غامقة شوية، فبالتالي ده ما فيهوش أي مشكلة وما فيهوش أي، زي ما البشرة ممكن تكون غامقة اللثة ممكن تكون غامقة، ما فيهاش أي مشكلة نهائي، وده مش مرض يعني، مش مرض، ده حاجة طبيعية. دكتور محمد بشكرك لوجودك معانا، وبشكرك على كل المعلومات اللي أفدتنا بيها النهاردة وشرفتنا. شكرا جزيلا لحضرتك وللبرنامج، شكرا. مشاهدينا أتمنى تكون الفقرة عجبتكم واستفدتوا منها، استنونا فقراتنا لسه ما خلصتش، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.